بسم الله الحمد لله ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. الآن باش نرجعكم إلى قولة النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناها وطي ربي يرى آفة أصابت بعض الناس يشكر الله أن عافاه من تلك الآفة أو الآفات. والبارح تطرقنا إلى آفات جلدية، نواصل نفس العملية. هذا ما يسببه النايلون، النايلون يعمل الإكزيما، فرط حساسية. هذا صورة لحساسية الوجه عند الرضيع. تأملوا واحد لأغلبكم لم يصب رضيعه بهذه الآفة. هذه الصورة لإكزيما لنا بتأثر الجلد بأشعة الشمس. شوف أغلب الناس معافون من هذه الآفة. هذه صورة لالتهاب جلدي له منا طبيعة زهمية صغير سيبوريك، يعني سيبوريك هو فرط إفراز مواد زهمية جلدية. ما شاء الله قاعد نوريكم كل شيء، لكن بعض الصور قد تدفعكم إلى شكر الله أن عافاكم من تلك الإصابات الجلدية المشوهة، وبعض منها مصعوبة بالحكاك. قد يكون الحكاك شديد بريد في رأسه تسمى. هذا صورة لسرطان الشفة السفلية، يتعرض له هذا السرطان اللي تكيفوا وساعات ومع أثناء العملية الضارة فيها يكون غير واعي بأن الحرارة بدأت تقترب من شفته السفلية. هذه صورة
لسرطانات جلدية عند شيء عند شيوخ يعني متقدمين في السن. وهذا هذه الصورة لسرطان المصاب بهذا السرطان قد يكون غير مكترث بما يبرز على جلدته اللي مآلها العذاب في آخر عمره، لأن السرطان هذايا قد تفشى وتضخم. والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه.